بكل صراحه اليوم حنا يعني كنا انه باش نحققوا نتيجه ايجابيه باش نكملوا النتائج الايجابيه اللي حققنا في المباراه الاخيره ضد فريق المغرب التطواني ولا ضد فريق شباب مسيره شباب الحسيمه. ونظن المباراه ديال اليوم خدينا على قراءات كلها لانه فريق ديال النهضه البركانيه لعب مباراه ديال الكاس وشفنا اليوم التغييرات اللي كانت في الفريق يعني سبعه ديال اللاعبين في التغييرات. وبكل صراحه انا تنشكر اللاعبين ديالي لانه داروا مباراه كبيره يعني الحراره اللي كانت الارضيه ديال الملعب فانا نشد بيد اللاعبين ديالي كاملين باش نستمروا في هذه النتائج الايجابيه وهذا المردود الجميل اللي تقدمه الفريق خاصه في المنظومه التكتيكيه. اللاعبين نجوا كثير في مباراه ديال قسم الوطن الاول. تنشكر الجمهور اللي جا من مدينه واد الزم للمدينه ديال تادله يعني بكل صراحه اليوم النتيجه فهي ايجابيه لان فريق النهضه البركانيه فريق كبير المدرب سي الطوسي عنده كل القراءات على الفريق ديال سريع واد الزم فتنحسبها اليوم نتيجه ايجابيه ان شاء الله باش نكونوا ان شاء الله في مباراه اخرى احسن من المباراه ديال اليوم.